الفلاحي رايحين نعطيه فرصة للشباب اللي راه بطال اللي راه مش يخدم اللي ما وجدش أماكن عمل في المؤسسات الرسمية يولي يقدر يراهن على أنه يدير مستثمرات فلاحية على أنه يدير توزيع فلاحي للمنتوج الفلاحي اللي في المنطقة. منطقة ميلا معروفة بإنتاجها للقمح، معروفة بإنتاجها للثوم، معروفة بإنتاجها للخضروات المختلفة، فيها الله يبارك الفواكه الأنجاص كذا، كل أمور في هذه المنطقة. احنا برنامجنا يرتكز على تنويع الاقتصاد،